معنى التصنيف وأوروبا. من وجهة نظر إيران سيد بكور سيخلق هذا التصنيف أزمة جديدة، وهذا التصنيف لا يخدم المصالح الأوروبية. لماذا الإصرار الآن سيد بكور على القيام بهذه الخطوة من قبل الدول الأوروبية؟ لسببين، تحياتي لك ولضيفك الكريم. سببين، السبب الرئيس والسبب الحقيقي وراء هذا القرار هو قيام إيران بتزويد روسيا بالمعدات العسكرية وخاصة الطائرات دون طيار من أجل حربها العدوانية ضد أوكرانيا. هذا السبب الحقيقي والرئيس. والسبب الآخر غطاؤه الحقوق الإنسان وإعدام المتظاهرين في إيران. طبعا لو ناقشنا هذا الموضوع، إيران تقتل من الشعوب العربية منذ عشرات السنوات، أكثر من 13 مليون سوري مهجر ولاجئ وقتيل ومشرد. أخربت اليمن وخربت لبنان وخربت العراق وتحتل العراق وتسرق نفط العراق، والمجتمع الدولي والأوروبي لم يتحدث عن هذا الموضوع الحقوقي. إذن السبب الرئيس هو دعم إيران للعدوان الروسي على أوكرانيا. سيخلق أزمات. ما هي الأزمات التي سيخلقها؟ إذا إيران تفتعل كما ذكرت لك في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي كل منطقة تدخل إليها إيران تفتعل المشاكل والخراب. إذن هذا التصنيف في المصلحة الأوروبية من وجهة نظرك سيد بكور؟ نعم بالتأكيد. نعم. هو للضغط على إيران، وإيران لا تستطيع أن تفعل أي شيء. هي تهدد الآن بالانسحاب من الملف المفاوضات النووية. عندما انسحب ترامب في 2018، عندما انسحب من الاتفاق النووي، كان يقول المحللين هنا في أوروبا في ألمانيا أن أمريكا ستعاني في المستقبل من حشد المجتمع الدولي ضد إيران من أجل أي عملية. الآن لو انسحبت إيران هي ستسحب هذه الذريعة من المجتمع الدولي وسيتحالف مع أمريكا وإسرائيل من أجل ضرب إيران، بالتالي إيران هي الخاسر. نعم. من الانسحاب من هذا. ابقى معنا سيد بكور. سيد شاوردي، في ضوء